انساق بالصوت أطربتنا، ومن العصور الجاهلية آلت شعر، وبالأندلس كان الأصل شعر أدبي بلغة محكية أثبت حضوره بالفنون العربية والشعبية، وبفلسطين صار فن وحكاية وطنية لما غنته امرأة فلسطينية. الزجل هو فن من فنون الأدب الشعبي وشكل من أشكال الشعر العربي باللغة المحكية، انتشر بلبنان والعراق ودخل على فلسطين حتى أن النساء احترفته. بحلقتنا لليوم من برنامج حكاية رح نتعرف أكثر على هذا الفن. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا، كيفكم؟ كيفك يا ستي يا نادية؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ أم أمين اشتقنا لك. شو أخبارك؟ تمام؟ كويسة. إحنا اليوم مستضيفين عايدة، أهلا وسهلا فيك يا عايدة. أنت شاعرة وأيضا زجالة، بتحكي زجل. تمام. أول إشي قولي لي إيش هو الزجل؟ طبعا الزجل زي ما حكيت حضرتك انه هو لون من الوان الشعر الشعبي الفلسطيني اللي بتشتهر فيه بلاد الشام. هو طبعا شعر باللغه المحكيه، اللغه المحكيه يمكن لانها اقرب للمجتمع او للناس، لكل الناس، كل الناس بيفهموها، لهيك انا حبيته لانه بخاطب العامه. ستي نادية، نعم، زمان بالاعراس وبالمناسبات دائما كان في زجال، صح؟ حسب أهل العريس معهم قدرة يجيبوا زجل ويجيبوا شعارة تانيين بيجيبوا، ما في شيء بضلوا الأهل وأهل البلد. بس كان بس رجال يعملوا الزجل زمان، صح؟ بس رجال. وعايدة طبعا من يعني بعتقد أول امرأة فلسطينية كسرت القاعدة زي ما قالت أم أمين وصارت تحكي الزجل. صحيح. صح. عايدة، الزجل له أنواع، خبريني عن أنواع الزجل. أنواع الزجل كثيرة، منها العتابة ومنها الميجنة ومنها المعنة ومنها الموشح ومنها الكرادي. هاي الألوان كلها كانت تغنى في الأعراس. طبعا كل لون وإله مناسبة. الأعراس الفلسطينية هي من ألفها إلى ياءها تقريبا هي زجل، ولكن بألحان مختلفة. ولمثلا لحن العريس إشي، للعروس إشي، يعني في كل فكرة إلها لون خاص فيها. كيف خطر على بالك تصيري تحكي زجل هذا الفن؟ يمكن يكون هو بالوراثة أكثر، يعني عندنا في البيت معظم إخوتي يعني بنشدوا الزجل أو بحكوا الزجل. ولما تزوجت جيت على بيت برضو محب للفن ومحب للزجل، فطلعت الموهبة أكثر عند دار عمي، يعني أكثر ظهرت. يمكن السبب الرئيسي في ظهور الموهبة كان لما درست، أنا درست لغة عربية، كان مشروع التخرج عن الإيقاع في الزجل الشعبي، فكان كثير يعني المشروع كان متميز، تميزت فيه كثير، وحتى الدكتور تفاجأ إنها امرأة رح تكتب عن الزجل الشعبي، فيعني تقريبا كانت الانطلاقة من هناك. عايدة، الزجال أو الزجالة لازم يكونوا يتمتعوا بصفات اللي هي الارتجال، ويكون عندهم المصطلحات السريعة، لأنه الزجل هو سريع فوري على طول بيطلع. صحيح. صحيح. هي الزجل خاصة في الأعراس عادة بيكون ارتجالي، وبكون في مناظرة كمان بين اثنين. يعني هاي عادة الارتجالية بتكون من ناس مارسة الشيء كثير وعندها محفوظ كبير، بصير أسهل عليهم إنه يرتجلوا. طب احكي لي زي إيش مثلا، أعطيني هيك زجل. يعني حكينا عن لون العتابة. رح اسمعكم بما انه في قدامنا دوالي. دوالي. دوالي معها بكون كرم عنب واكيد. فرح احكي بيت عتابه. طبعا انا الاشعار اللي بغنيها ممكن تكون من اشعاري انا بكتب، او ممكن تكون من لشعار من بلدنا. يعني انا بجوز ببالغش اذا بقول لك في بلدنا في كل بيت في شاعر. أكيد. بلدنا كثير مهتمه في موضوع الزجل الشعبي. فممكن انا احيانا بغني لشعراء من بلدنا زي عاصم أبو فرحة أو باسم أبو فرحة. فأنا رح أحكي بيت عتابة. أوف 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 أوف، كفاية هاجر بلادك بعد عود، تعس مع جرة من ناي بعد عود، كفاية هاجر بلادك بعد عود، تعس مع جرة من ناي بعد عود.
وبكرم الوفا وبكرم الوفا لو باقي بعد عود بيرجع كرم وبيطرح عناه. يحيى الزمان اللي جمعنا ولمنا ويحيى الزمان اللي جمعنا ولمنا. يعني هذا اللون اسمه عتابة، إذا لاحظتي بتكون من أربع شطرات، الثلاثة الأولى بتنتهي بنفس الكلمة لكن معنى مختلف، جناس بسموه في اللغة العربية. أول وحدة قلنا كفى يا هاجر بلادك بعد عود، بكفي يعني عود ارجع. تعي اسمع جرة من ناي بعد عود، العود اللي هي الآلة الموسيقية. بكرم الوفا لو باقي بعد عود، يعني العود بالضبط بيرجع كرم وبيطرح عنب. عادة بيت العتابة بينتهي بالباء، ألف والباء. بيكون على القافية طبعا، الزجل لازم يكون على القافية طبعا. كل شعر موزون، الشعر اللي في اللغة المحكية له بحور زي بحور الخليل بن أحمد اللي هي احنا تعودنا عليها بالضبط. تيتا نادية، انت حافظة زجل لبناني صح؟ احكي لي يا أشوف. قبال الشاشة اللي مسحورة رسمك ممتاز، يا ريتك انت الصورة وقلب البرواز، يا ريتك انت الصورة وانا البرواز، ريتك انت الصورة وانا انا البرواز. بريدك في العمر تكوني حبي بلا لوم، تبقي بذات الكينونه من يوم ليوم، تبقي بذات الكينونة من يوم اليوم، تبقي بذات الكينونة من يوم اليوم. حتى تعيشي بعيوني وتستحلي النوم، بعلق لك بين جفوني مقعد هزاز، يا ريتك بين الصورة وقلب البرواز، يا ريتك انت الصورة وانا البرواز. يا سمرة السحر عليك مكون تكوين، دوس الشوك برجليك بيصبح نسرين، دوس الشوك برجليك يصبح نسرين. جبينك ووجهك وايديك كلهن حلوين، ولكن غمزة عينيك بتلعب جمباز، عينيك بتلعب جمباز. يا ريتك انت الصورة وانا البرواز، يا ريتك انت حاجب والغرة خدي بلد هون، نمر الكوكب 100 مرة بيبقى ممنون، كوكب 100 مرة بيبقى ممنون. ما بيشهد لك وتبرى منك بيكون، قلبه معمي من مرة وعيونه ازاز، يا ريتك انت الصورة وانا البرواز، يا ريتك انت الصورة وقلب البرواز. خلقتي باحساسك فيي بعد التفكير، صرت بارض الحرية غناني عصافير، صرت بارض الحرية غناني عصافير، صرت بارض الحرية غناني عصافير. بتمنى بالحنية كرمالك أصير ختيار بعمر المية وانت العكاز، يا ريتك انت الصورة وانا البرواز، يا ريتك انت الصورة وانا البرواز. اوف 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 يابا، الله خلقني أكون للعالم نصير، والشعر كلفني بتكرير المصير. قديش يا ست عايدة غلبت ناس كتير، لكن مش ممكن تغلبيني أنا. يا أبوي يا أبوي، لولا المحبة شو بتسوى قلوبنا، لولا المحبة شو بتسوى قلوبنا، لولا المحبة شو بتسوى وصلوا لينا. يعني احنا ملاحظه هيك لهجات متعدده، يعني كل واحد لهجه. فاجت خطرت لي، انا كتبت قصيده عن اللهجات، فانا بحكي انه في ناس بتحكي بتشافوا على لهجتها مبسوطه، هيك الواحد منهم شاف هاي اللهجه المظبوطه،
وناس بتحكي بلهجة حاف وناس بلهجة مخلوطة، وفي ناس تضخم للقاف قل وقلت له قالوا في عنا عدة لهجات وكل واحد راضي بحاله، في عنا عدة لهجات وكل واحد راضي بحاله. في ناس بتحكي بالقال هلأ قلت له قال لي، والذال بتعمل هدال وبتمد حروف العلة وبتمد حروف العلة وبتمد حروف العلة. والكل بكل الأحوال من نفس البير يملي، لكن حر وشو ما قال شو مال الناس وماله، وفي عنا عدة لهجات كل واحد راضي بحاله، في عنا عدة لهجات وكل واحد راضي بحاله. وشعبي في بلادي بالذات في تنويع بأقواله، في عنا عدة لهجات وكل واحد راضي بحاله، في عنا عدة لهجات وكل واحد راضي بحاله، في عنا عدة لهجات وكل واحد راضي بحاله. اختلاف الزجل من دولة لدولة هل هو موجود يعني بلبنان بالعراق مختلف عن كيف عندنا بفلسطين؟ تقريبا الزجل واحد في جميع البلاد اللي بتهتم بالزجل، الزجل واحد، والبحور نفسها وطريقة الأداء كمان نفسها. يعني لما كنا نسمع للشاعر موسى صغيب أو زغلول الدامور اللي هم يعني زجالين لبنانيين، على طول أول ما يحكي اللون على طول نعرف إنه هذا اللون. نعم، هذا الأغنية اللي حكيتها أنا لزغلول الدامور بعرف. فيعني على طول أنت بتعرفي شو هذا اللون، خاصة المهتم طبعا بالموضوع طبعا. يعني الكل بنضم على نفس اللون. طب ما سمعتينا الميجنة صح أم أمين؟ بدها أم أمين الميجنة. يا ميجنة ويا ميجنة ويا ميجنة، أحلى دني وأجمل بلاد بلادنا، وأحلى ديني وأجمل بلاد بلادنا. يا من درى بتعود عبلادك وراك وترمي حبال الهجر والغرب وراك، تراب الوطن في مسك في ريحة أراك، كل ذرة منه راوية من دمنا وكل ذرة منه راوية من دمنا. احنا سعيدين كثير بوجودك معنا بحوش حكاية عايدة، وكل التوفيق. واحنا بندعم طبعا الامرأة الفلسطينية اللي بتتمتع بهيك فن. يسعدك، شكرا كثير لحضورك. شكراً معنا. شكرا لك، وانا كثير سعيدة اني بينكم الستات الحلوين اللي عن جد هن يعني تحفة بمعنى الكلمة، ويعطيك العافية. شكرا. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج حكاية، انتظروني بحلقة جديدة، إلى اللقاء. واحنا ذبحنا على الطريق الذبيحة، واحنا ذبحنا على الطريق الذبيحة، تنا وصلنا ضربوش يا مليحة، تنا وصلنا ضربوش يا مليحة، واحنا ذبحنا على الطريق كبشيني، واحنا ذبحنا على الطريق كبشيني، تنا وصلنا ضربوش يا عيني، تنا وصلنا ضربوش يا عيني.